أهلا بكم معنا في لقاء جديد من سلسلة لقاءاتنا الشهرية ملتقى الفوتوغرافيا. النهاردة احنا معنا يعني ضيف صاحب بيت عزيز علينا كلنا، على كل مصورين في مصر وعلي أنا قلبي شخصيا. يعني بيتميز بأنه بيعمل أنشطة بتخدم المصورين بشكل محترف، مش مجرد أنشطة، طبعا مع احترامي كل الأنشطة، لكن مش مجرد أنشطة بسيطة أو حاجات عادية، لا هو بيحاول دايما يعمل نشاطات مختلفة للمصورين، رحلات ومعارض وأنشطة توثيقية، حاجات تنمي مهارات المصورين. بيحاول إن هو يعمل حاجات تدمج ما بين المصور المصري والمصور الخارجي عشان يبقى فيه نوع من التنافس وارتقاء بمستوى المصور المصري. حيو الفنان المصور علاء الباشا، أهلا بيك. النهاردة احنا هنتكلم، يعني علاء كده اداني الشرف ان هو يجي يتكلم عن مشروع مصر تاني، هو هيتكلم عنه باستفاضة اكتر. المشروع دوت من المشاريع المهمة جدا اللي بيقدمها نادي عدسة اللي بيأسسه علاء، وهيتكلم عن المشروع وازاي ممكن انتوا كمصورين تشتركوا معانا فيه، وازاي نقدر احنا كملتقى الفوتوغرافيا نساعد فيه من ضمن الأنشطة المهمة والحاجات اللي بيقدمها علشان مساعدة المصورين والاستفادة من مجهوداتهم في التصوير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا أنا بشكر هشام على المقدمة الجميلة اللي أتحفني بيها دلوقتي. هو أنا طبعا أنا أفتخر إن أنا يعني أحد أعضاء ملتقى الفوتوغرافيا، بالإضافة لأن أنا أحد معجبينه من زمان جدا لفكرة ملتقى الفوتوغرافيا وفكرة اللقاء الشهري اللي موجود. كنا فعلا يعني أنا ابن محافظة الدلتا من طنطا، بس حاليا عايش في اسكندرية. يعني كنت دايما شغوف جدا إن أنا أتابع أخباره، وإن أنا أتابع إيه اللي بيحصل في الساقية، والملتقى مستضيف فنانين والفنانين بيعرضوا أعمال. يعني الموضوع كان فعلا بالنسبة لنا شيء شيق جدا، فأنا أنتمي ليه بإعجابي طبعا، وشرف ليا إن أنا أكون موجود معاكم النهاردة. شكرا. احنا حابين ان احنا نتكلم في فكرة مشاريع فنية بتخدم حقيقي المصور، بالاضافة اللي هي بيبقى ليها هدف وطني شوية او هدف مرتبط ببلدنا شوية. فاحنا من 2012 بدأنا سلسلة كبيرة من المشاريع. كان بادئ بمشروع اسمه 365 صور، ده طبعا كان تعاون رسمي ويعتبر اول تعاون رسمي احنا عملناه مع وزارة الثقافة المصرية، احنا كنادي عدسة يعني. وعملنا مشروع كان قايم على فكرة ان كان كل مصور بيصور كل يوم عمل فني، في نهاية السنة بيبقى معاه 365 عمل فني. طبعا كانت سنة كبيسة يعني، فالحمد لله كان النتاج هايل، وكان المعرض فوق رائع، افتتحوا معنا وزير الثقافة في الفترة دي، وبدأت تستمر معنا بقى بعد كده المشاريع السنوية. 2013 عملنا مشروع اسمه وطن في عام، كان بيتكلم على فكرة التغيرات السياسية اللي موجودة في مصر. 2014 عملنا مشروع اسمه مشروع 50، ده استمر معنا سنتين، وطبعا كان شرف لينا وجود نخبة من المصورين معنا ضيوف في المشروع ده، لأنه كان قايم على فكرة 50 فنان بيشاركوا معنا في 50 أسبوع مختلف. انتهى برضو الحمد لله بمعرض هايل ونتاج هايل جدا من كل المشاركين فيه. السنة دي حبينا المشروع يبقى مرتبط برضو بالمرحلة شوية اللي هي مرحلة التغيرات اللي موجودة في بلدنا أو في حياتنا اليومية. فكرة المشروع معنا أو مشروع مصر تاني، ناس كتير قوي سألتنا على الاسم أو اختيار الاسم. الفكرة معنا جات معنا في 2009، كنا عاملين تعاون رسمي مع الأمم المتحدة اليونسكو في مشروع فني كان اسمه Let's Care About Egypt، كان معمول في شرم الشيخ. فالمشروع ده كان داخل فيه البريتش كونسل كسبونسر، وطلب مننا لأننا مهتمين جدا بفكرة الفوتوغرافيا المرتبطة بالوطن أو بفكرة مصر يعني، فطلب مننا نقدم مشروع. ففي الفترة دي أنا كنت قاعد مهتم قوي بقراية وصف مصر، كتاب وصف مصر، الحمد لله يعني في نسخة مترجمة للهيئة المصرية للكتاب مقدماها. الكتاب الواحد بخمسة جنيه، هي طبعا الموسوعة 37 كتاب، فالكتاب الواحد بخمسة جنيه، فطبعا في معرض كتاب واحد اشتريت المجموعة كلها. وحب الفكرة الاطلاع اللي أنا أعرف هل فعلا هقدر أشوف الصورة اللي كانت عايشة من أكتر من 200 أو 300 سنة شكلها عامل إزاي، فالكتاب ده قدر ينقل لي فعلا الصورة دي. استوحينا من مشروع وصف مصر، مشروع بيتكلم على فكرة مصر
بشكلها الحالي، وسميناه برضه وصف مصر في 2009 وقدمناه للبريتش كونسل على اساس نقدر نطلع منه نتاج او نحن نعمل مشروع فني. بس للاسف ما عجبهمش لان هو مشروع مش خاص باي شيء، خاص بانجلترا. واحنا قدمناه في السفاره الفرنسيه، لقوا المشروع بالنسبه لهم برضه مش مهم، فتراكم معانا من ضمن المشاريع المركونه. حاولنا كذا مرة يعني حتى هيئة العلاقات الخارجية معنا في مؤسسة عدسة نحاول نجيب له دعم من برا مصر، اللي احنا نجيب له أي سبونسر يقدر يدعمنا عشان نقوم بالمشروع، ما قدرناش. فلما جينا في 2014 بندرس مشروعنا الجديد اللي هيكون موجود إن شاء الله في 2016، أطلقنا أول أوبن كول لمشروع وصف مصر، وقلنا نقوم به كجهود ذاتية. يعني احنا محتاجين الدعم فيه في النتاج النهائي، طب ما احنا نعمل المشروع بجهود المصورين وبعد كده في النتاج النهائي ممكن نوصل لايه، ممكن نفكر مع بعض. فاطلقنا اوبن كول في 2014 لمشروع وصف مصر، للاسف في وقته ما جابش الريت اللي احنا عايزينه، بس بعد كده فوجئنا ان حصل اقبال عليه اكتر من حوالي 500 مصور من جميع انحاء مصر، كل الناس عايزه تشارك في المشروع. فده طبعا كان حافز لينا كبير اللي احنا نطلق المشروع ويكون مشروع 2016. طيب فكره المشروع ايه ببساطه؟ هي فكره المشروع قايمة على حاجه بسيطه جدا، فكره تسجيل الحياه اليوميه بشكل يوصف مصر في 2016. كل مصور فينا دلوقتي هو عاشق للتصوير، واسعد لحظات وقته اللي بيقدر يقضيها اللي هو بيرفع كاميرا يصور. فحبينا المشروع يبقى قايم على فكره كل واحد بيوصف بيه حياته عامله ازاي. لو قدرنا من كل انحاء مصر كل مصور يقدر يوصف شكل الحياة اليومية عاملة ازاي عن طريق الصورة، هنحصل في النهاية او في نهاية العام على مشروع بيوصف مصر كلها. طيب لو حاولنا نفكر في المشروع، المشروع صعب ولا سهل لما اقول كلمة وصف مصر؟ حد يا جماعة اطلع على موسوعة وصف مصر، الموسوعة الفرنسية؟ طيب هي الموسوعة دي طبعا انجزت في اقل من 3 سنوات، يعني احنا عارفين الحملة الفرنسية كانت في مصر 1798، قعدت ما نكملش 3 سنين ومشيت، بس كانت قائمة على مجموعة علماء درسوا كل شيء موجود في مصر، كل حجر زي ما بيقولوا. فبالتالي قدروا عن طريق البحث العلمي يعملوا لنا وصف فعلا ناجح جدا، قدرنا نشوف فيه مصر كان شكلها ايه في الفترة دي. طب لو احنا جينا نتكلم دلوقتي لكل واحد فينا معاه كاميرا، معاه موبايل، معاه وسيله يقدر يسجل بيها صوره، وفي نفس الوقت هو عاشق للتصوير، لو فكر يبدا يعمل مشروع او يبدا يكون نقطه مشاركه في مشروع كبير اسمه وصف مصر، هل الموضوع هيبقى سهل ولا صعب؟ حبيت اعمل ديمو للموضوع او زي عرض تقديمي كده واجربه بنفسي يعني. فجبت سمارت فون ابل عادي جدا وقلت اجرب بيه، فممكن حتى هشام يعرض لنا مجموعة أعمال من اللي طالع من المشروع نفسه. قدرت لقيت الموضوع فعلا سري بالنسبة لنا جدا، بل بالعكس كمان بيقدر يبعدنا خالص عن مشاكل مواجهة الشارع المصري دلوقتي بالكاميرا، لأن طبعا احنا عارفين المشاكل اللي احنا أنا مش هسميها مشاكل أمنية على قد ما هي مشاكل جهل بفكرة التصوير اللي احنا بنقابلها كل يوم في الشارع. ففكرة اللي كل واحد معاه سمارت فون أو معاه كاميرا صغيرة يقدر يسجل بيها حياته اليومية من كل أنواع التصوير، يعني الفكره مش قائمه، يعني انا مثلا هنا في امثله كتير هتلاقيها مرتبطه بالستريت اكتر او بالتصوير المعماري اكتر، بس هي الفكره كلها اللي دي حياه علاء، فما بالك بقى بحد بيحب مثلا لاندسكيب، حد بيحب الوايلد لايف، حد بيحب التصوير الصحفي. فالفكره لو كل واحد في دايرته قدر يقدم صوره عن المكان اللي هو عايش فيه، حياته اليوميه، مساهمه في الموضوع، هنقدر نوصل لإحنا عن طريق اللي احنا عندنا اكتر من 29 محافظة او 29 محافظة تقريبا، نقدر نعمل مشروع كامل بيوصف مصر في 2016. فده ملخص صغير عن فكرة المشروع، ودي بعض الاعمال انا حبيت برضو ايه تقلب معانا كده. في خلال 30 يوم فوجئت اللي انا في اريا صغيرة جدا اللي هي عبارة عن بيتي وشغلي، قدرت احصل على اكتر من 600 عمل فوتوغرافي. الأعمال زي ما انتم شايفين هي بتحمل طابع الحياة اليومية، بتحمل طابع التراث، تحمل طابع التصوير المعماري. في نفس الوقت لو بدأنا نتكلم بقى ان كل صورة قيمتها ايه كجملة في كتاب او في موسوعة اسمها وصف مصر، هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة. واحنا بنمر على الأعمال كده، كان
اول شيء فقط فيه ان الموضوع ما يبقاش قائم على مؤسسه واحده كنادي عدسه، لا احنا مجرد احنا اطلقنا شعارة البدء وحابين او بنناشد كل المؤسسات الفوتوغرافيه وكل جروبات التصوير وكل مصوري مصر اللي هم يكونوا شركاء معانا في المشروع. فكانت اول شراكه احنا الحمد لله يعني سعداء بيها جدا ملتقى الفوتوغرافيا ومحمد هشام اللي اول ما عرضت عليه فكره المشروع رحب بيها جدا، وفي نفس الوقت تطوع معانا ان هو يكون احد سفراء المشروع اللي هو يتكلم فيه، وفي سفرياته كمان وفي لقاءاته الثانيه هيبدا يتكلم عن المشروع ويبدا يتناوله كمان بفكره المتابعه والنقد الفني في ملتقى الفوتوغرافيا الشهري او اللقاء الشهري بتاعه. فحابين نبدا ان يبقى الموضوع نقاش اكتر كتساؤلات في المشروع، لان طبعا انا كنت محضر برزنتيشن صغير كده بس للاسف هو اختفى مع الفلاشه، فانا قلت الكلام اللي مكتوب فيه، وكان في النهايه انا كنت متوقع شويه اسئله كنت حاطط اجابات ليها، فهترك الاسئله دلوقتي للجمهور اللي احنا ايه يبقى الموضوع مناقشه اكتر عن فكره المشروع او استفسارات المشروع ماشي ازاي ايه اللي بيحصل فيه. طب خليني كده نشط الأسئلة وأسأل لنا سؤال، إيه المواضيع اللي مطروحة للتصوير؟ يعني أصور إيه؟ لو بدأنا الموضوع من الفكرة المستوحاة منها مشروع مصر في مصر، ودي على فكرة النقطة برضو بحب أنوه عنها جدا، إن أتمنى إن كل الناس اللي بيشتغلوا في الحقل الفني ذكر منبع الفكرة من أهم الأشياء لإنجاحها، لأن دائما وده للأسف حاليا بنشوفه اليومين دول في المجال أو في الحقل الفوتوغرافي، يعني دائما بيحصل تشويه لأفكار أو تقليد لأفكار بشكل مستنسخ، فبيؤدي لضعف الأفكار اللي موجودة حاليا في المجال الفوتوغرافي يعني. ففكرة اللي احنا دائما بنحاول نأيد فكرة أو نذكر ان المشروع هو مستمد من فكرة وصف مصر أو مشروع وصف مصر القادم أو اللي كان موجود أيام الحملة الفرنسية، مشروعهم هم أو المشروع اللي حصل أيامها كان مشروع ضخم جدا أيام على مجموعة كبيرة جدا من العلماء، عملوا عملية توثيق علمي لكل محتويات مصر. احنا بالنسبة لنا مستحيل نقدر نعمل ده دلوقتي، لان طبعا احنا لو اتكلمنا دلوقتي على كم الطبقات اللي موجودة في المجتمع من كل في كل المجالات بتشعباتها بحجمها ضخم جدا، واحنا مش متخصصين كعلماء، لكن احنا متخصصين في حاجة واحدة اسمها التصوير الفني. فبالتالي احنا اخترنا فكرة التوثيق الفوتوغرافي او التوثيق الفني انه يكون هو الحقل اللي احنا هنتناول بيه فكرة اللي احنا نقدر نوصف مصر كلها. فهنلاقي المجالات سهلة وموجودة في كل حاجة في حياتنا. يعني من احد الامثلة كان في احد المصورين معنا في اسكندرية، هو بنته لسه في ابتدائي وكان معجب جدا بزيها الجديد السنة دي وهي داخلة مش عارف اولى او تانية ابتدائي، فحب اللي هو ياخد هيعمل بروجكت خاص بوصف مصر بيستعرض فيه الازياء الخاصة بالدراسة او بالمدارس على مستوى مصر كلها. فده احد الافكار البسيطة يعني. حد تاني مهتم بلاندسكيب، وانا داخل انا وهشام النهارده بنتناقش في فكره الوايلد لايف، لان طبعا معانا متخصصين زي واتر او زي الاستاذ مصطفى الدكتور مصطفى مهران، فكره الوايلد لايف المصري. يعني انا لو بدات اطرح دلوقتي مثلا لفكره التوثيق هتلاقي اختلف كتير جدا من 300 سنه، في حاجات انقادت وحاجات ممكن تكون بقت مضافه على مجتمعنا او على البيئه المصريه. ففكره ان احنا نوثق ده هو الموضوع متاح يا جماعه، احنا بنتكلم ان الصوره هتبقى غنيه جدا لدرجه اللي هي ممكن توصل او ممكن تضاهي البحث العلمي اللي كان موجود ايامها. طيب يعني انا مثلا لو ماشي في الشارع ايه الصور اليوميه اللي اقدر اعتبرها توثيق للموضوع دوت؟ هل مثلا المباني، المحلات، انا بحاول افكر في حاجات كده، مثلا هل ممكن نعتبر ان شكل المواصلات مثلا؟ حلو قوي. ممكن لو انا كلمت على الحياه اليوميه كل شخص، انا كمثال انا حبيت اصور طبعا شويه الصور دول. انا بدرس في كليه فنون جميله، عشان ما كنتش من اسكندريه فجبت السكن بتاعي قريب من الكليه، فانا كل يوم بمشي 3 دقايق بالظبط ما بين البيت والشغل، وحتى مجال شغلي او مجال النادي عندي في نفس الاريا او في نفس المنطقه. يوميا في نفس المنطقه لما بدات اصور وفكره اللي انا بحتك بفكره الستريت فوتوغرافي التصوير اليومي، فوجئت ان في عندي تصوير معماري، في لاندسكيب، في قضايا صحفيه محتاجه تتغطى، في حاجات كتير جدا.
بالإضافة وجودنا مثلا في مجال التصوير خلينا نسافر كتير تبع النادي عندنا القاهرة رشيد طنطا دسوق يعني لفينا كتير قوي رحلات تصوير فبدأنا نغطي بنفس الموضوع. طب أنا كعلاء ده أنا كنت انترستد أكتر شوية مثلا للستريت أو التصوير المعماري وطلع مني كم الأعمال الضخم جدا في الأفرع دي. طب فما بالك ببقية أفرع التصوير يعني لو كل واحد مهتم بجزئية معينة بوتري مثلا يعني كان في احد الاشخاص انا يعني اتمنى يشارك معنا ان شاء الله مهتم جدا بالشخصيه المصريه في البوتري المصري ده لما يشارك معنا بفكره البوتري المصري في 2016 شكله عامل ازاي الازياء التكنولوجي الحرف اليدويه مجالات كتير جدا الموضوع متشعب جدا بس غير مكلف كل مصور يعمل كل المجالات هي الفكره كلها كل واحد بيشتغل في المنطقه بتاعته بالحجم اللي يقدر يساهم فيه او يشارك فيه معنا في المشروع فممكن يفتح كل انواع التصوير معانا في نفس المشاركه او بنفس المشروع. اذا انا مثلا كمحمد هشام مش مطلوب مني ان انا اروح لاخر الدنيا عشان اصور، فمجرد ان انا بصور المظاهر الحياه اللي حوالين بيتي وفي طريقي للشغل في اليوم او انا راكب بالمواصلات او انا قاعد مع اصحابي على القهوه او انا خارج مع اولادي او مش عارف ايه، ده بنعتبره جزء من التوصيف لمصر. بالضبط يعني انا لو محمد هشام عمل ده في طريق بيته وعلاء عمله في طريق بيته كل واحد فينا عمله في طريق بيته هنفاجئ ان احنا بقينا عباره عن مشاركين في خريطه كبيره جدا بترسم مصر كلها. مجتمع المصورين دلوقتي يا جماعه احنا كلنا زي ما بيقولوا احنا على اتصال يومي عن طريق دلوقتي السوشيال نتوركس الموجوده في حياتنا سواء فيسبوك او انستغرام او فكره الاتصال اللي بقى موجود عن طريق التكنولوجي كتير جدا خلتنا كلنا مطلعين او فكره متواصلين مع بعض. استغلالنا للتكنولوجي دي ممكن يساعدنا فعلا ان احنا في خلال سنه نقدر نعمل وصف كامل لكل نواحي الحياه اللي موجوده في مصر. تمام. طب حلو قوي. احنا حبينا برضو الموضوع في البدايه كان قايم على فكره ان احنا نعمل كتاب وصف مصر. فطبعا الموضوع كان ضخم جدا احنا عشان نعمل اكتر من 37 مجلد وبيشمل كل نواحي الحياة في كل محافظات مصر سواء 26 محافظة لو الوصف القديم أو 29 بعد التعديل هيبقى الموضوع ضخم قوي كطباعة كتاب. لكن لما بدأنا نطور الفكرة اللي هي تواكب معانا التكنولوجي اللي احنا عايشين فيها لقينا الموضوع معانا ممكن يبقى سهل جدا عبارة عن اللي احنا عملناه أكتر من دايرة أو دوائر بتبدأ من دايرة واسعة جدا تنتهي بدايرة صغيرة. الدائرة الواسعة هي فكرة الهاشتاج يعني استغلينا الموضوع ان هيبقى فيه عندنا معرض مفتوح موجود على كل السيشن نتورك اسمه هاشتاج. انت مجرد ما بتضيف في الصورة بتاعتك هاشتاج اسمه مصر تاني بالعربي او ايجيبت اجين بالانجليزي انت خلاص بقيت مشارك معنا وصورك بتظهر معنا على نفس الهاشتاج وده يعتبر عرض يومي لفكرة الاعمال المشاركة اللي ليها نفس التيمة او بتشارك في نفس المشروع. فدي الدائرة الواسعة جدا. الدائرة الأضيق من كده هو مجرد ان انت بتشارك او بتبعت طلب مشاركة معنا في المشروع بيتم اضافتك لجروب متخصص للمشروع بتبدأ تعرض اعمالك فيه. في الجروب بتاعنا ده هيبقى فيه متابع من كل محافظة فهو بيبدأ ياخد الاعمال الخاصة بالمحافظة بتاعته عن طريق مشاركتك وبيضيفها في ألبوم خاص بالمحافظة بتاعتك بالإضافة اللي فيه طبعا بيج رسمية للمشروع وإنستجرام رسمي بينشر الأعمال المميزة بشكل دوري من المشروع من كل أنحاء مصر. في النهاية هيطلع عندنا المشروع من كل محافظات مصر عدد ضخم جدا من الأعمال هيتعامل بيها أكتر من 26 كتاب PDF بيحمل كل محافظة منفصلة عن التانية بالإضافة لحاجة تانية اللي هيتعامل معرض كبير للأعمال المميزة. حتى الآن الحمد لله خدنا موافقة قاعات كبيره في اسكندريه عليه وحاليا لسه هنناشد اللي هو هيلف محافظات مصر لانه طبعا مش هيبقى معرض خاص باسكندريه بس لا بالعكس يعني هيبقى ان شاء الله يعني هيلف محافظات مصر كلها كاعمال مميزه من المشروع. الحاجه الثالثه اللي حتى الان لسه بنناشد فيها حتى كنت بتناقش مع هشام فيها فكره ان شاء الله يعني نقدر نجيب راعي او داعم نطبع المشروع ويبقى كتاب مطبوع. فهي الفكره كلها دي الميكانيزم اللي احنا حطيناها وجبنا لها قدرنا الحمد لله يعني نحصل على موافقات جهات رسميه كانت اول موافقه احنا خدناها وزاره الثقافه وعملوا لنا مقر المشروع عندنا في اسكندريه وتاني موافقه كانت وزاره الاثار واول متحف دخل معانا متحف المجوهرات بالاسكندريه
وطبعا حاليا بدأنا نبعت لمؤسسات أخرى، يعني في مؤسسات كتير جدا احنا بنستهدفها انها تكون موجودة معنا، ونتمنى ان هي تكون مؤسسات خاصة بالدولة اكتر، لان نفسنا المشروع يبقى مصري قوي، لان طبعا احنا معروض علينا شوية حاجات اللي احنا ممكن نبحث عن منح انتاجية اجنبية، بس انا كنت افضل بصراحة يعني ان الموضوع يبقى نابع مننا وقايم على دعم مصري كامل. ده كنا يعني فعلا بدأ فيه علاء وكلمنا فيه قبل ما نقعد نفس الفكرة دي بالضبط، يعني الفكرة اللي أنا وريتها النهاردة لهشام أنا وريته ديمو صغير لفكرة البي دي اف اللي الباوربوينت اللي هيبقى موجود، هو مش باوربوينت هو برنامج فلاش، هو ده اللي هيبقى موجود على السي دي، عبارة عن خريطة مصر. انت الخريطة دي مجرد ما تعمل عليها دبل كليك في اي مكان بتبدأ تظهر لك الصورة دي، وكل صورة بتظهر لوحدها وتحتها مكتوب الستيتمنت المصور خاص بيه باسم المكان باسم المصور، حتى لو حد حابب يضيف اعدادات التصوير مفيش اي مانع. ده هيساعدنا في حاجتين، ان طبعا الكتاب الالكتروني هيبقى محمي لانه فلاش، فبالتالي الصورة مش تقدر تتاخد الخاصة بالمصورين، فده نوع من انواع حماية الملكية الفكرية. تاني شيء وسيلة سهلة جدا لاي حد عايز يتجول في مصر ويشوفها في 2016 عاملة ازاي، هيقدر عن طريق الفلاش ده اللي يقدر يلف في كل حاجة فيه، وده كان هيبقى موجود معانا على السي دي، يعتبر هو الكتاب الالكتروني للمشروع. والحاجة التانية ويب سايت كان هيبقى مخصص في النهاية كمعرض دائم للمشروع. تفضل. هي فكره احنا لو بدانا نقارن مصر، مش هقول بقى في 2016 في اولها وبعديها بشهرين هي اتغيرت، حياتنا حاليا بتتغير كل يوم بسرعه رهيبه وبسرعه اسرع مما يمكن، لدرجه ان في حاجات وجدت في حياتنا واختفت في خلال شهور معدوده. يعني احنا لو وصفنا مصر في 2012 غير لما نقول عليها في 2014 نهائي. لو اتكلمنا على مثال مثلا ميدان واحد من مصر، لو اتكلمنا على اماكن مثلا حاجه زي ميدان التحرير كل يوم في تغير مستمر، فهي الفكره اللي انا لو صوت شيء في 2015 هي اصبحت خارج نطاق الفتره المحدده للمشروع. يعني احنا اخترنا فتره المشروع تكون سنه عشان فكره التقريب للوصف الكامل لجميع انحاء مصر في نفس الفتره بالظبط. جميل جدا، ممكن تشارك باعمال من اسوان هي داخل مصر. لا لا لا، اللي انا قصدي عليه هي فكره سهوله الموضوع لاي مصور اللي هو يشارك عن طريق اللي هو مش الموضوع مش مستدعي منه اللي هو يسافر مخصوص او يروح حته مخصوص، بل بالعكس يعني انا ممكن انا حياتي اليوميه حتى لو ما سافرتش اقدر اشارك في المشروع. المشروع غير محدد بعدد اعمال، غير محدد باماكن، اهم شرطين في المشروع 2016 وجوه مصر بس. سيزز ايجيبت او زيه حصل ميدل ايست او زيه ايطالي، هو كان هاشتاج اتشهر جدا خاص بصور بتناقش رؤيه خاصه بالستريت فوتوغرافي قوي، او فكره الفنون المعاصر هي خاصه بالتوثيق المعاصر، تم استخدامها في فكره جميع انحاء العالم انه مجرد هاشتاج بيتعمل بيتحط عليه صور اتصورت في مدينه معينه او بشكل معين، لكن مش بفكره التوثيق. احنا ما زلنا بنقول اللي احنا بنتكلم في شقين مهمين قوي، انا بوثق يعني الهدف مني اللي انا فعلا هسيب كلمه للتاريخ او هسيب كلمه هتتحط في تاريخ مصر ان شاء الله يعني مدى الحياه. تاني شيء فني، فهو توثيق وفني في نفس الوقت. اي هاشتاج موجود زي زيز ميدل ايست او زيز ايجيبت او زيز ايطالي، كل الحاجات دي كلها هي خاصه بفكره الستريت فوتوغرافي شويه، او فكره الرؤيه الفنيه الاخبار الصحفيه او التصوير المعاصر، يعني هي مختلفه شويه بس فكره الاستخدام الهاشتاج هي قريبه شويه من ده، لان هي تكنولوجيا متاحه لكل الناس بيستخدموها. ايه احنا اطلقنا المشروع في 25 يناير 2016،
والمفروض المشروع ينتهي معانا 25 يناير 2017. حاليا احنا بنعمل تور اللي احنا بنلف كل المحافظات. يعني احنا عملنا الشهر اللي فات في اسكندريه شرح كامل للمشروع وعرض للديمو بتاعه، والنهارده احنا موجودين في القاهره، ابريل ان شاء الله انا موجود في المنصوره، وهشام ان شاء الله هيبقى موجود في الصعيد. يعني فكره اللي احنا بدانا ستيب باي ستيب، بنسافر للمصورين نفسهم بنشرح فكره المشروع، لان يهمنا جدا ان كل مصور او كل محب للتصوير، الموضوع يا جماعه هو مش خاص بالمصورين المحترفين بس، برضه هو كل واحد محب للصوره والصوره بالنسبه له بتعني كتير جدا، يقدر يشارك معنا في المشروع. ففكره الستارت مش لازم يكون من اول مشروع، انا ممكن اخش في المشروع بصوره او اتنين، ممكن اخش في اخره او في اوله، بس اهم شيء اخش في نفس الحقبه الزمنيه، واهم شيء سواء خاصه بمصر. اتفضل. هي اللي حضرتك بتتكلم عليه هو جزء خاص بالوايلد لايف برضه، اللي هو الاندر ووتر فوتوغرافي، ده شيء مهم جدا عندنا، ويا ريت نتمنى لو في مصورين يقدروا يشاركوا معنا بيه. حاجه تانية، التصوير الاثري ده مهم جدا، وعندنا شك مهم قوي ان حاليا احنا في تعاون رسمي ما بيننا وما بين وزاره الاثار، بيدونا تصاريح مجانيه. يعني من اهم الاشياء اللي احنا حصلنا عليها، مثلا حاجه زي متحف المجوهرات هو ممنوع التصوير فيه، احنا خدنا تصريح رسمي معتمد من متحف المجوهرات ان المشاركين الرسميين للمشروع يقدروا يخشوا يصوروا جوه المتحف، فبالتالي بدا يسهل الموضوع لينا ان المشروع هو مشروع، انا مش عايز اقول مشروع قومي عشان الكلمه ما تبقاش كبيره قوي، بس هو مشروع ملك مصر كلها. فبالتالي هو الجهات الحكوميه لما بتبدا فعلا تقتنع بالمشروع وتلاقي منه الافاده، هم بيساعدونا وبيساعدونا بكتير. فيعني طبعا الجزئيه دي وزاره الاثار ساعدتنا فيها، وما زلنا لسه بنناشد تعاونات اخرى، فطبعا بالنسبه لنا الجزء ده مهم جدا اللي هو ينضم للمشروع. طيب اتفضل. عندك اقتراح لو المشروع دوت ليه صدى او الفيدباك بتاعه كويس، يبقى في مصر الثاني 2016، مصر الثاني 2017، مصر الثاني 2018، صح؟ يعني انت لو وقفت على 2016 يبقى انت خلاص كده. انا اقصد طالما لو في فيدباك كويس من المصورين على مستوى مصر، كل سنه انت بتشوف مصر ايه اللي اتغير فيها، زي ما انت قلت 2015 غير 2016، بالتالي ممكن تبقى مستمره. يعني الفكره طبعا يا ريت اتمنى الحاجه زي ما حضرتك بتتكلم عليها، بس احنا بطبعنا كمصورين احنا بنحب التجديد. يعني هي فكره المشاريع السنويه، احنا طبعا احنا مش احنا المبتكرينها خالص، يعني كان اول مشروع سنوي حصل على مدار التاريخ كان في 2004، حصل في بريطانيا من مصور هاوي هناك، هو اللي عمل اطلق مشروع 365 صوره، اللي هو كان كل يوم بيصور صور وقدر يحصل اللي هو عنده سنه كامله كل يوم مصور عمل فني. فاحنا الفكره عجبتنا فطبقناها على مصر في 2012، فبدانا نطور الفكره كل سنه بشكل مختلف. هي فكره المشروع السنوي ان احنا بناخد فتره زمنيه كبيره بندرس مشروع وبنشتغل فيه بشكل جماعي. فبدأناه 2012، كل سنه بتتطور بشكل مختلف. حاليا احنا فكرنا فيها في 2016 اللي هي تكون فكره وصف مصر او فكره مصر تاني. طبعا مصطلح مصر تاني هو جه في دماغي دلوقتي، جه من عن طريق حاجه انتشرت معانا في 2014 في هاشتاج اسمه ايجيبت اجين. الهاشتاج ده مش مصري. الهدف كان من الهاشتاج اللي هو ينشر السلبيات اللي حاصله في مصر والصراعات المختلفه واضطهاد سياسي. فطبعا كان صوره سيئه جدا بالنسبه لنا ان كل الناس هم مسمينها ايجيبت اجين، يعني مصر كل شويه بشكل مختلف وفيها مشاكل كتير. فاحنا الاسم استفزنا جدا فخدناه وحولناه اللي هو نفس الهاشتاج بتاعنا، هيبقى بالعربي وبالانجليزي، بس في نفس الوقت عشان ما يبقاش كله دايما اللي يتفتح يلاقي عليه سلبيات، لا احنا بنوريهم مصر بجد الحقيقيه عامله ازاي. فاستخدمنا نفس الهاشتاج اللي كان في الاول بي يو سي لمصر، هو حاليا المشروع بتاعنا وهيبقى هدفه انه حقيقي. انا مش عايز اقول بقى يجمل مصر، لا هيقول مصر الحقيقيه عامله ازاي. طبعا يا جماعه فكره التوثيق، طبعا يعني هو يمكن هشام يقدر يكلمنا عن مفهوم التوثيق اكتر مني طبعا لان تخصصه التصوير الصحفي والتوثيقي، بس فكره التوثيق هي قايمه على فكره الحقيقه، احنا بننقل الحقيقه بايجابياتها وسلبياتها، بس هي الفكره كلها اللي لازم تكون في سياق فني. يعني اكيد انا مش هروح اجيب هوملس قاعد في الشارع وشكله
تعبان جدا واصوره واقول انا بنقل الحقيقه زي ما هي بنفس الوضع المسيء. لا انا ممكن احطه في كاد فني بينقل الواقع بس مش بشكل مسيء. هي دي الفكره او ده الفرق اللي احنا بنتكلم فيه. هنشوف اعمال هنا يعني ممكن هعرضها في المشاريع قدام شويه. هي بتتكلم في الفكره دي, فكره اللي انت ممكن يكون عندك مشروع حقيقي بيناشد اللي هو يتكلم في قضايا سواء سياسيه او اجتماعيه او اي شيء خاص بالمجتمع المصري, بس لازم تكون في شكل وسياق فني, وده اللي بنتكلم عليه. جميل. ازاي هنقله بصوره كويسه؟ حلو قوي. واحد قاعد في الشارع ده بيته وهو هوملس, هو مش لاقي وشكله اكيد ما بيستحماش, شكله مش نظيف, انا ما عنديش مانع ان انت تنقله لي بشكل ما يهنش ادميته. فانت نقلت الحقيقه بس بشكل ادمي. يعني مثلا ممكن يكون شكله مش بقاله كتير ما استحماش, لبسه مش نظيف, وشه مش نظيف. انت ممكن تاخده بحاله اضاءه وحاله وزاويه كاميرا وكذا 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 تسيء لادميته. وفي نفس الوقت انت ممكن تاخد منه عمل فني, واحنا بنشوف اعمال عالميه متاخده من هوملس, بس ممكن تشوف جمال البوتري وهو هوملس. ليه؟ عشان المصور قصد يوثقه او يستمد منه صوره وعمل فني, لكن مش صوره تهين ادميته. هو ده الفرق اللي بنتكلم عليه. كان بس طالب قال سؤال, اتفضل. ممكن تعلي صوتك بس عشان ممكن تتكلم في المايك. جميل. هو انا مبسوط جدا ان انت اولا شغال على فكره المشروع الفني, لان فكره المشاريع الفنيه انا بالنسبه لي انا هي بدايه الاعمال الفنيه الحقيقيه. لكن انت قلت كلمه حلوه, هي مشروع فني ما بيبينش المحيط, ما بيبينش المكان, ما بيبينش اي شيء. فهو بالنسبه لنا احنا زي الاعمال الابستراكت. هي هل ينفع ان احنا نشارك في مشروع مصر تاني باعمال ابستراكت؟ هي مالهاش علاقه, يعني تيمه مصر او هويه مصر مش هتبقى باينه في المشروع. لكن لو مثلا مشروع الايدين ده فوجئت اللي هي ايد تحمل عمل الزمن لابسه فيها كمام جلابيه اللي هي في سياله الصعيدي ركزه على عكاز صعيدي وراها لوكيشن خاص بالزراعه او خاص بشيء, انا اول ما شفتها انا شفت مصر. يعني انت ممكن حتى لو بورتري, هو على فكره الهاند بس يسمى بورتري, فحتى لو فكره المشروع بتاعك اللي خاص ببورتري او بهاند, لو انا حطيت فيها الطابع المصري التاتو اللي موجود او الحنه المصريه القديمه الايد النوبيه اللي عليها كذا, لو بقى فيها الهويه تنفع معنا في المشروع طبعا. لكن لو الايد دي بقت شبه اي ايد موجوده في اي حته في العالم, هي بالنسبه لنا تبقى صعبه ليها تشارك في المشروع لانها لا تحمل الهويه المصريه. حلو قوي. اللاندسكيب من اهم مميزاته على مستوى العالم ان هو فن كلاسيكي جدا بيعرض او بيستعرض جماليات الطبيعه. احنا عندنا في مصر للاسف احنا من اغنى دول العالم في الطبيعه, لكن ده مش متشاف. للاسف كل المصورين حتى المصريين دائما بيفكروا في الطبيعه اللي بيتم تصديرها لينا من بره, وبيشوفوها عن طريق كل انواع التصوير الفوتوغرافي. يعني احنا حاليا احنا منظمين لاكبر او يمكن 3 مسابقات وصالونات دوليه, بيجي لنا لاندسكيبس كتير قوي من مستوى العالم. المصورين بيبقوا انترست جدا ليه. طب يا جماعه, طب انت فكرت تسافر في مصر؟ فكرت تشوف البحر الاحمر؟ فكرت تطلع الصحراء؟ فكرت تروح على النيل؟ فكرت البحر المتوسط؟ يعني عندنا في مصر كم لاندسكيب هائل لكن مش متشاف. انا اتمنى فعلا ان كل المصورين يعملوا لاندسكيب ويبان فعلا ان يحصل الدهشه للمشاهد ان ازاي ده موجود في مصر. ده بالعكس ده يضيف للمشروع اكتر. ليه؟ لانه هيتحط معانا في المشروع هيكتب اللوكيشن بتاعه فين, فلاقي ناس بتتكلم في ده وادي علبه, ناس تانية بتقول ده وادي الجمال, ناس بيقولوا ده جبال البحر الاحمر. فافاجئ اللي فعلا احنا بدانا ننقل اللاندسكيب المصري ويتم تصديره ويتم توثيقه بشكل جيد. وفي صورة مشهورة, أنا آسف, في صورة صور كتير قوي كده بنشوفها من أوروبا ومن سويسرا ومش عارف إيه, الكوخ اللي في وسط الجبل وفي مشهد معتاد يعني بنشوفه كتير. هو ده اللي يساوي عندنا الريف
والبيوت الريفية يعني لو الواحد بس مشي 60 كيلو لحد المنوفية هنا ولا تحرك يمين أو شمال هيلاقي مشاهد في الريف المصري هايلة جدا الصبح بدري والشبورة والعند الغروب. فده لاندسكيب، هو اللاندسكيب مش لازم يبقى مشهد، خاصة احنا كان بنتكلم على التوثيق شوية. فلما اخد لاندسكيب كده للريف والبيوت، والبيوت اللي بدأت تبقى كلها طوب أحمر بدل ما هي كانت طين أصبحت صورة لاندسكيب. تفضل حضرتك. هي دي لمحة حلوة جدا، فكرة اللي حضرتك استشهدت بعمل فني تناول فكرة التوثيق بشكل مختلف، بس هو كان بيتكلم في التوثيق الزمني وبيعمله عملية تمثيل أو في شكل تمثيلي بيوضح فيه التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي حصلت في مصر في شكل زمني خاص بعمارة واحدة هي بتمثل المجتمع كله واللي حصل فيه كتغير. احنا بالنسبة لنا اختيارنا لسنة انا شايفها كمان كتير جدا، احنا بنمر بتغيرات يا جماعة لا تتخيلوا يوميا حاليا، وفي العصر السريع اللي احنا فيه بشكل هائل احنا لا نتخيله. يعني انا اتذكر ان انا عشت فترة كبيرة جدا من عمري كان في مكان جدا مهم جدا بالنسبة لي بروحه اسمه سايبر نت. حاليا احنا لو عدنا على اي سايبر مش انت هتحس لو هو مكان تراثي او تاريخي، ليه؟ دلوقتي كل واحد معاه في موبايله النت خلاصين. لو اتكلمت مثلا على الشكل التوثيقي الحاجات بتختفي وبتيجي بسرعة. لو اتكلمت على شارع زي شارع الجرافيتي المشهور في ميدان التحرير، حد يعرف اسمه ولا ايه؟ محمد محمود. كل يوم في عمل مختلف، كل يوم في شكل مختلف، كل يوم في فالعجلة بتجري بسرعة جدا في كل حاجة في حياتنا، في الأزياء، في شكلنا. يعني أنا أتذكر أنا شكلي في التسعينات أنا بشوف الوقت بضحك، شكل لبسنا اللي احنا كنا بنلبسه. ليه؟ حصل تغير كبير جدا في فتره زمنيه صغيره قوي. فلما انا اتكلم ان مصر فعلا من 2011 حتى الان مرت بكم هائل من التغيرات اللي كان موجود وانتهى كمان للاسف وما قدرناش نوثقه، يصيبني فكره الاصرار اكتر ان احنا لو فكرنا في 2016. وبالنسبه لي 2016 هي بدايه يعني زي ما بقول ايه مرحله جديده. يعني احنا بنتكلم في مرحله جديده وبشكل جديد للمجتمع حاليا احنا كلنا يعني عايشين فيه. لو بدانا نتناوله في كل النواحي بشكل توثيقي انا شايف لو ممكن هيضيف كتير قوي. ليه؟ حاجه زي ميدان التحرير اللي حضرتك شفتها من فوق كوب اكتوبر شفتها بصوره مختلفه جدا عني انا اللي انا مش من القاهره وكنت نازل الجوازات في ميدان التحرير اخلص حاجه في الخارجيه هناك، فوجئت ان في عالم كبير جدا في ضخم جدا في ميدان التحرير محطوط انا كنت اول ما اشوفه فصورته. فانا شفت حاجه مختلفه عن اللي حضرتك شفتها، مختلفه عن حد تاني هيعدي بكره، مختلفه عن حد تالت هيعدي بعديه. فهنفاجئ ان احنا في خلال سنه خدنا نفس المكان بس بعين اكتر من مصور باكتر من جانب في التوثيق، فنفاجئ ان احنا عملنا فعلا توثيق شامل بوجهات نظر مختلفه.
ففكره ان احنا نحدد الموضوع على مكان ده يعني هيقلل قوي من فكره التوثيق اللي احنا عايزينها مصر كلها، او نحدد الموضوع على مصورين محددين هيقلل تناول نفس المكان او نفس الاماكن بوجهات نظر مختلفه. يعني انا حتى هنا يعني كل دي اعمال 600 عمل في 30 يوم بس، منهم طلع مني يعني انا نفسي اكتشفت ان انا عندي مشاريع فنيه انا محتاج اشتغل عليها، ما اكتشفتهاش وما شفتهاش غير بعد ما خلصت الفتره دي. يعني انا مجهز دلوقتي وبرضه فولدر تاني هنشوفه، اكتشفت ان انا انترستد لحاجات كتير جدا بشوفها بشكل يومي بس ما كنتش مهتم بيها او دارسها كفكره او كافكار مشاريع فنيه. يعني هستاذنك كده ممكن نفتح فولدر المشاريع كده جوه مصر تاني برضو اعمال تحت. مثلا دي مشاريع كتير قوي، اول مشروع مثلا ممكن نفتحه، نفتح نفس الفولدر. فولدر افضل. يعني مثلا اكتشفت ان انا مهتم جدا في المعمار اكتر بعلاقة الشكل المعماري بالسماء، فلقيت نفسي انا بلف كتير جدا وفي نفس الاريا او في نفس المنطقة او في نفس المدينة، انا ما بدورش على ده. يعني انا مش مهتم بالتصوير المعماري كطراز معماري، لكن انا فكرة وجود السماء كعامل او كمثير او كنظر او كفراغ للعمل الفني او تشكيلي لقيت نفسي انا بدور عليه. فلقيت من ضمن 600 عمل فوجئت ان في مشروع شبه جاهز انا لوحدي عيني راحت له، وانا كنت انترستد جدا لان طبعا انا مهتم جدا بمنطقه التراث، فكنت مهم جدا عندي ان انا اشوف شكل الفن المعماري بالسماء او علاقته بالسماء ايه. فلقيت نفسي بدات اشتغل عليه بشكل دوري، ففوجئت بوجود مشروع فني بيكون معايا. يعني فكره كمان ليك انت كمصور، الموضوع هو فعلا مش عايز اقول ممكن بعد مشاركتك في المشروع تفاجئ ان انت بقى عندك مكتبه ضخمه جدا من الاعمال، بل بالعكس هي مفاتيح لمشاريع فنيه ممكن المصور يبدا يشتغل عليها بشكل مختلف. يعني هنا هتلاقي انا في حوالي 4 أو 5 مشاريع ظهروا معايا بمجرد ان انا كان الهدف عندي ايه، انا بعمل ديمو عشان اعرضه للمصورين المهتمين يشاركوا معانا في مشروع مصري تاني. ما كانش الهدف عندي ان انا ابحث عن مشاريع فنيه. فوجئت ان مثلا ده ظهر معايا. في مثلا ممكن نشوف برضه مشروع تاني. يعني كل فولدر من دول ده مشروع مختلف. ده كان مشروع فكره اللي مكان واحد شدني وبدات ادور عليه في اكتر من وقت واكتر من حاله ضوئيه. يعني نفس المكان انا شفته بالنهار بالليل مختلف، نفس العنصر انا بدات ادرسه واشوف انا ممكن اطلع منه مشروع فني عامل ازاي. يعني انا كمثال مثلا الاثنين دول كانوا بالنسبه لي انا مثير بصري، واحد خاص بفكره بالفكر الصوفي اللي كان جزء من مقام السيد البدوي في طنطا، فانا كنت مهتم جدا بالمكان اللي انا عايز ابدا ادرسه معماريا وادرس الفكر المتعلق بالمكان، فبدات اروح اصوره في اكتر من حاله ضوئيه. والحاجه الثانيه فوجئت اللي فيه في مكان من شارع من الشوارع القديمه في بوكس حديد مكتوب عليه تليفون بوليس او تليفون شرطه، فده حاجه كانت موجوده وخلاص ما بقتش موجوده. اللي انت كنت ممكن تلاقي في الشارع تليفون تطلب منه النجده، تفتح البوكس ده تلاقي عده قديمه تتصل بالنجده فهي اللي ترد عليك بس، فما زال لسه موجود من زمن قديم قوي. هوت لاين هوت لاين. فبالنسبه لي الاثنين كانوا مثير كبير جدا اللي انا بدات اهتم اروح له مخصوص اصوره في حالات ضوئيه مختلفه بتفكير مختلف، وده ما كانش هيحصل معايا غير بفكره اللي انا بدات اهتم بفكره التوثيق الفني. ده في اسكندريه في شارع ابو قير في اسكندريه، بس طبعا هو حاجه كانت بالنسبه لي مثيره جدا واهتميت جدا ان انا يعني، بل بالعكس حاليا انا بدات اعمل عليه مشروع حقيقي. يعني ده كان مجرد استكشاف للموضوع بس. لا هو لسه موجود بقاله زمن. يعني حاليا احنا لو فكرنا في كباين المينتل مثلا او كباين بتاعت التليفونات اللي موجوده في كل الشوارع هي تحولت لحاجه شبه كده. فكره المنظور والدخول ووجود فيجر ده تكوين لقيته بيشدني قوي اللي انا ببحث عنه في كل مكان بروحه. يعني فكره اللاينز في التكوين وفكره الخطوط وفكره اللانهائيه اللي بتنتهي بوجود انسان سواء قادم او ذاهب هي بالنسبه لي هي مثير جامد قوي. فلقيت نفسي بدات اشتغل عليها بشكل مش عايز اقول من اللاوعي، كل ما تقابلني انا اهتم بيها واصورها. فوجئت من 600 عمل طلع مني في اعمال كتير جدا ده موجود،
فبدأ بالنسبة لي كمثير، بدأت أدرس هو ده موجود ليه، هو بالنسبة لي بيمثل إيه. لأن الفكرة كلها لو أي حد فاهم فكرة conceptual art هيعرف الفكرة اللي أنت تدرس شيء أو تدرس concept معين أنت عايز تتكلم فيه، أهم شيء اللي هو يكون لمسة من جوه ويكون سايب أثر فيك. فحاجة زي كده هي سايبة أثر فيه. أنا حتى الآن أنا بدأت أدرس الموضوع وبعمل سيرش عليه، لأنه بالنسبة لي هو concept مهم ممكن أشتغل عليه. ده مثلا كان اصعب حاجه فيهم، وبالنسبه لي انا فكره another story او حكايه اخرى او العوالم الاخرى، انك في العمل الواحد بتلاقي اكتر من قصه، قصه خاصه باشخاص مختلفين عن اشخاص، قصه خاصه بمكان مختلف عن مكان. فكره اللي ده يتجمع في عمل واحد، وطبعا توثيقي يعني ما فيهوش حذف ولا اضافه، احنا بنتكلم باعمال يا جماعه، كل الاعمال دي هي صدر من موبايل، يعني مفيش اي اديت فيها، مجرد معالجه ضوئيه ولونيه فقط لا غير. فنفاجئ ان انت بدا فكره ان انت تجمع اكتر من قصه في عمل فني، بالنسبه لي شيء مثير قوي بس صعب جدا. ففوجئت ان انا قدرت اعمل ده، او صادفني ده، او عينيا شافت ده في اكتر من حاله بالشكل اللي احنا شايفينه. اللاندسكيب، كان في عندنا سؤال في فكره اللاندسكيب. انا فكره اللايرز او المستويات برضه في التكوين، انا عشان بطبيعه عملي انا مدرس تصوير، ففكره اللي انا بدرس تكوين كتير، فانا فكره الاستقرار او اللايرز او المستويات في التكوين بالنسبه لي بتبقى شيء مهم قوي. فوجئت ان انا هي بتدور عليها، فبدات اخد لاند سكيبس كتير جدا وسي سكيبس كتير جدا. فوجئت اللي هي بنفس الستاندرد في التكوين، نفس التفكير بنفس النسب، بس بتستعرض اماكن مختلفه. فبدأت بالنسبة لي بقت مشروع خاص بنسبة 1:1، وده صعب في اللاندسكيب، بيعرض اللاندسكيب في مصر بشكل مختلف. فكل ده برضو أنا ما فكرتش فيه كمشروع اللي أنا بدأت أدرسه ونزلت أنفذه، هو ظهر معايا من فكرة التوثيق اليومي للمشروع في كل شيء في حياتي اليومية. نسبة التكوين نفسه اللي هي العمل المربع، أو نسبة 1:1 في العمل، لأن طبعا من أصعب التكوينات في التكوين الفوتوغرافي إنك تشتغل في نسبة ثابتة 1:1 أو النسبة الدائرية. فالأعمال دي كلها لو حضرتك تاخد بالك هي أعمال مربعة. لا مربعة، هو ممكن عشان الإضاءة بس في جزء من تحت مش باين شوية، بس هي مربعة يعني دي كلها نسب 1:1. الجزء الاخير ده هو يعني بدون مقاطعه حضرتك، هو طبعا ممكن اي حد يبتدي في اي وقت بمجرد ما هو يبعت طلب مشاركه معانا ويشارك معانا، وبيبدا طبعا المسؤول عن المحافظه اللي هو موجود فيها بيبدا يتابع معاه اعماله والاعمال المشاركه منه. لكن انا عايز انوه لحاجه ثانيه اخيره، انا كعلاء بقى من 600 عمل اللي انا حصلت عليهم في خلال 30 يوم في المشروع، انا مقتنع بكم عمل؟ كم عمل لمسني من جوه؟ كم عمل بالنسبة لي أنا كواحد بيتحدث بلغة الفوتوغرافيا أقدر أقول عليه عمل فني لمسني من جوه؟ حد يتوقع كام من 600 عمل؟ لا هو عمل واحد بس. والله دي حقيقة، يعني أنا كنت بعرض على حضراتكم الأعمال بشكل توثيقي، بس أول عمل موجود بره ممكن لو تساعدنا هو ده. ده العمل اللي لمسني من جوه، اللي بالنسبة لي أنا أقدر أضيفه لمكتبتي الفنية. يعني أنا عشان أوصل ل 600 محاولة جيدة أو ناجحة أو يمكن ينفع تضاف للمشروع، أنا عديت بتجارب كتير، بس في النهاية فكرة عمل فني يا جماعة ويحمل اسمك وساب بصمة جديدة عندك. يعني أنا بناشد أي حد بيفكر في الفوتوغرافيا ياريت تتريث في دي شوية. التاريخ كله اعلام الفوتوغرافيا ممكن واحد عاش ب 30 ولا 40 سنه ما سابش 50 عمل على بعض. ففكره عمل يضيف بصمه جديده ده من اصعب ما يمكن. فانا بالنسبه لي انا ممكن اصور كل يوم، ودلوقتي بقى كل واحد فينا بيصور بشكل لحظي، مش عايز اقول بشكل يومي. يعني فكره ان الناس بقت ماسكه الموبايل دلوقتي بتصور سيلفي، دي صور فوتوغرافيه وتوثيقيه في نفس الوقت على فكره.
بس هي فكره ان انت تهتم ان انت توثق، تهتم ان انت تصور، بيبدا يخليك فعلا عينيك بتشوف بشكل مختلف. يعني حاليا انا شغال على هاشتاج او شغال بفكره خاصه بي انا بفكره الدراسه الذاتيه، يعني فكره التامل او فلسفه التامل. انت لو كل واحد فينا تامل في حياته اليوميه، تامل في المواصلات، تامل وهو ماشي في الشارع، هيلاقي ملايين الاعمال الفنيه، ملايين الصور التوثيقيه، ملايين الصور اللي يهتم اللي هو ياخدها، بس مش كلها تحمل اسمه كعمل فني. فانا بالنسبه لي العمل ده يعني من الاعمال اللي تضاف لمجموعتي. انا في مجموعه انا شغال عليها من 2004 تسمى الصعود الى السماء. ده مشروع فني مفتوح بالنسبه لي، بأضيف لي أعمال كل فترة، فده من أحد الأعمال اللي هتضاف لي، لأنه بيحمل بالنسبة لي أوموز أو بينتمي للمدرسة الرمزية، بيحمل بالنسبة لي حاجات كتير جدا وجمل كتير عايز أحطها في نفس المشروع. ففي في في 600 محاولة أنا بعتبرها محاولات جيدة، عمل واحد بس اللي بالنسبة لي فني. فده يعني أنا بحاول أطمن الجميع إن الموضوع مش بالإرهاق الكافي اللي أنا لازم أبدع كل يوم عمل فني، أو لازم أبدع عمل فني من كل مكان. هي الفكرة كلها اللي أنت لازم يكون عندك فكر التوثيق الفني فقط. تفضل. انا مبسوط جدا بملاحظتك دي، لان فكره الملكيه الفكريه سواء للفيجر او الشخص اللي موجود في العمل او سواء المصور نفسه، حاجات اشتغلنا عليها في شكل كبير جدا احنا كلنا كمصورين، عشان فكره اللي عملنا كانت بتتسرق، وفكره اللي احنا بنصور ناس وهما مش واخدين بالهم ويبقى ليهم حق في حاجه زي كده، ده من اهم الاشياء اللي لازم نركز فيها. انا بس بنفذ اللي انت بتقول عليه بالظبط، بس بعكس الموضوع، مش بعمله زي ما انت بتقول. يعني يعني انا بصور الاول وبعد كده بستاذن، مش بستاذن وبعدين اصور. ليه؟ لان الفكره بالنسبه لي انا بهتم جدا ان انا اخد العمل فري شوت، يكون لايف، يكون فيه حياه. بعد ما باخده فيه حياه، لو الاشخاص باين هويتهم لازم بستاذن. ليه بستاذن؟ لان لو مستاذنش اولا ادبيا انا كده سوقت العمل، ثانيا كملكيه فكريه انت أنا مستحيل اقدر اشارك بيه في اي حته غير لما يكون معايا موافقه الشخص نفسه. فانت بتتكلم ان انت ممكن انت كمصور تعرض نفسك لحاجتين مهمين قوي غلط لو فكره انت سرقت العمل. ففي اعمال كتير جدا فيها اشخاص زي اللي انت شايفها دي بس بلا هويه، هي بالنسبه لي هي مش سرقه، انا استغليت الفيجر الانساني في شكل او في مكان عام كاحد عناصر العمل الفني. لكن لو ظهرت معايا هويه الشخص مستحيل احتفظ بالعمل الا بعد الحصول على موافقه صاحب العمل ادبيا ليا انا، اللي انا احس ان فعلا انا ما سويتش العمل. بالاضافه لحاجه تانية، ان صاحب العمل لو في يوم من الايام اكتشف اللي انت صورته بلا هويه هو ليه حق يرفع قضيه عليك. فهي الفكره كلها عشان انت تتلافى ده لازم تحصل على موافقه اللي انت هتصورهم حتى لو ستريت فوتوغرافي. بس امتى بقى؟ قبل العمل ولا بعده؟ هي دي النقطه. انا لو هقدم فيها في منظمات عالميه او مؤسسات دوليه زي ماجنم مثلا او ناشونال جيوغرافيك، بيحكمني ان انا لازم اجيب موافقه كتابيه من الشخص ذاته بتقول اللي هو موافق اللي العمل يتعرض. لكن لو انا هشارك بيها في مشاريع فنيه في كذا في كذا في كذا، ده مش شرط يكون موجود. بس انت بالنسبه لك ادبيا هل هينفع ان انت تحتفظ بعمل وانت عارف اللي صاحبه مش موافق عليه؟ صعب قوي. حاليا بقينا نستحدث او في اتجاه عالمي للاستحداث فكره الموافقه عن طريق حاجه بسيطه قوي. انا ممكن بعد ما صورتك فري شوت في الشارع ورحت وريتك العمل انت وافقت، بصورك في نفس اللوكيشن صوره ثانيه بعديها وانت بتبتسم وانت بتبص للكاميرا وانت بتعمل لي كده. فلما اجي اوريك العمل اللي انا مصوره ستريت فوتوغرافي هتقول لي حلو قوي، بس في موافقه الشخص او جاي جايب لك الصوره اللي بعديها اقول لك ايه؟ هو موافق اللي انا صوره. فدي طريقه حديثه، في ناس بتسجل مقاطع فيديو
وفي ناس بتصور الصورة فيها علامة من علامات عالمية متعارف عليها بالموافقة، زي الابتسامة، زي النظر للكاميرا بشكل واضح، زي فكرة اللي هو بيعمل علامة من علامات اللي هو بيقول لك أنا موافق اللي أنت تصوره. فدي أحد الطرق للحصول على الموافقة برضه. قل له تحب نزيع ولا ما يعني أنا برضو استنتجت كده شوية حاجات من الكلام، إن لو حد فيكم محظوظ وساكن مثلا على شارع رئيسي أو على ميدان، هو ممكن المشروع بتاعه ما يبقاش صورة واحدة من المكان ده، ده ممكن يقعد يصور لحد ما نهاية المشروع ويختار الصورة الأحسن خلال المدة. يعني ما تصورتش إنك صورت الصورة النهاردة حلوة يلا أبعتها، ممكن استنى أسبوع واثنين وشهر، أو يبقى الميدان اللي قدامك فيه أعمال ترميم فتصوره وبعدين تستنى بعد شهر تصوره تاني لغاية ما لو في زرع طلع، لو في تمثال من التماثيل الجميلة اللي بنشوفها دي طلعت فيه، لو في حصلت فيه مشكلة، لو لا قدر الله حصل فيه حريقة، لو حصل فيه يعني ممكن تاخد صور متكررة لنفس المكان وبعدين تختار أحسنها، أو تيجي في آخر السنة يبقى عندك مجموعة مختلفة تبقى مثلا المكان ده على مر السنة مثلا. يعني كفكرة ان انت قدرت، لو انت يعني عندك ميزة انك بتبص على مكان قابل للتغيير، لكن مش بصص على حيطة الجيران وطول كل يوم بصور حيطة الجيران وما فيش حاجة غير الغسيل بيتشيل وتحط وغسيل وتشيل وتحط، مش كفاية. فأعتقد مثلا ان صورة الغسيل دي ممكن تبقى توثيقية يعني. فعلا. يعني رغم انها كوميدية لكن هي فعلا توثيقية، لانها بتعبر عن احنا دلوقتي بنلبس ايه. هتلاقي كده منشور البنطلون المقطع، الجينز المقطع دوت، ما اعتقدش ان كان من 20 سنه كان بيبقى منشور بنطلون بدل. هتلاقي لبس مثلا عليه اللوجو بتاع سوبرمان وسبايدر مان ومش عارف ايه، وهكذا. يعني هيبقى فيه برضو علامات بتدل على التوقيت. هو انا عايز اقول حاجه بسيطه قوي، ان اي صور انت بتصورها حاليا بجد حقيقي، حتى لو سيلفي كمان 20 سنه هتبقى توثيقيه. يعني هي الفكره كلها اللي هي دائما الصور الفوتوغرافيه هي تحمل الزمن، وده جزء خاص. يعني انا عامل له باب كامل في رساله الماجستير عندي، فكره الستيل ايمج، ان الصور الفوتوغرافيه هل تحمل الزمن ولا هي صور ثابته. لكن هي الصور فعلا بالفكر التوثيقي هي بتحمل الزمن في كل شيء في مكوناتها. فانت بالنسبه لك انت اي صوره انت بتاخدها هي فعلا بتحمل الزمن حاليا، فما بالك بقى اللي انت فعلا انت مهتم حاليا بالتوثيق الفني، الموضوع بيبقى مختلف تماما. اتفضل. طيب هو انا تعمدت ان المشروع بتاعي اللي يتعرض، وطبعا انا يعني اساتذتي موجودين هنا في المكان وشرف ليا تشرفهم النهارده، يعني هم يقدروا يقولوا هل هي تعتقي الاعمال فوتوغرافيه ولا لا. كل دي اعمال بموبايل ايفون عادي. يعني هي فكره اللي انا انزل بكاميرا كبيره ده مش الهدف، لكن هي فكره الصوره هي الهدف. والصوره بتاعتنا احنا مش عايزين صوره هتطبع بانر على كوبري اكتوبر، احنا محتاجين صوره ماكسيمم للمساحه بتاعتها 20 سم في 20 سم. فبالتالي انت ممكن صوره بالموبايل تكفي بس تكون تحمل مقومات العمل الفوتوغرافي، او صوره بالكاميرا عن طريق اللي انت تقدر تامن نفسك بشكل كويس. لان طبعا احنا حاليا انا قلتها في البدايه، كل المصورين عارفين ان احنا بنقابل في الشارع ليست المنع من التصوير ولكن الجهل بالتصوير. فدي مشكله المجتمع فعلا بيقابلها، بل بالعكس كل المصورين دلوقتي لجأوا ان كلنا بنبيع كاميراتنا وبنجيب كاميرات صغيره. يعني كلنا بنجيب دلوقتي كاميرات الميرورليس الصغيره اللي هي ما فيهاش عدسات كبيره، ما فيهاش الحجم الضخم اللي احنا كنا بننزل بيه، عشان فكره ما نصطدمش بالشارع او بجهل الشارع. الجهل ده يا جماعه مش 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 رجل امن بيمنعني، الجهل ده بقى في المواطن نفسه. يعني دلوقتي بقى يطلع لنا زي ما بيقولوا بقى يعني رئيس حي المنطقه اللي بيطلع لنا، كل واحد كده شايف نفسه في كل حته، ممنوع التصوير. طب ممنوع ليه؟ هو مش فاهم اصلا، بس هي بقت هوجه وبقت شكل، فاحنا فعلا بنتعرض لده. طب نتلافى ده ازاي؟ حاليا انت لو مهتم بالتصوير الفوتوغرافي وعارف يعني ايه مقومات العمل الفوتوغرافي الجيد، تقدر تطلع صوره ناجحه عن طريق موبايل، تقدر تطلع صوره ناجحه عن طريق كاميرا صغيره او كاميرا سايبر شوت او حتى الكاميرا دي اس ال ار بتاعتك. يعني انا اتذكر احد اصدقائي المصورين المهمين يعني قعد سنين طويله بيصور بموبايل وبيسلم شغله للجريده بالموبايل بتاعه،
فهي الفكره اللي ده ما يمنعش ان احنا نقدر نحتك بالشارع ونطلع صور. يعني احنا لو بدانا نستعرض الصور هتفاجئوا ان الشارع بقى صاحب جدا الكاميرا لان هو شايف موبايل طالع مش شايف كاميرا، فبقى مصاحبني جدا وما بيمنعنيش وبصور في اي حته انا عايزه. لا هي دي حاجة ودي حاجة، بس اللي احنا عايزين نقوله ان اي حد فاهم كيفية التعامل مع الضوء يقدر يتعامل مع اي آلة تصوير ويطلع من عمل فوتوغرافي جيد. يعني الفكرة كلها بترجع للمصور نفسه في فهمه الجيد لكيفية التعامل مع الضوء بس. هو انا سعيد ان انت بتتكلم عن مشروع احد اساتذتنا الريس مصطفى الشرشابي، هو موجود معانا هنا. المشروع بتاعه وهو مشروع فوتوغرافي مستمر بقاله سنوات ودائما بيعملوا معارض في ضرب شغلان، وكانت من احنا من احد الناس اللي سعداء جدا شاركنا في المشروع ده ونزلنا وشفنا ضرب شغلان عن طريق الاستاذ مصطفى ومجهوداته الرهيبه اللي هو عملها في حاجه زي كده. بس يعني احنا حاليا بنتكلم في الديمو للمشروع، احنا لسه ما بدأناش. يعني دي احد الوسائل اللي انت بتقترحها وبالنسبه لنا جيده جدا فعلا، اللي فكره العرض النهائي. يعني احنا ممكن بعد كده في نهايه المشروع يبقى احد طرق العرض، واتمنى طبعا الاستاذ مصطفى يدعمنا في حاجه زي كده طبعا لانه عنده خبره رهيبه في الموضوع ده وخبره كبيره. يعني هو طبعا المشروع يعني منطقيا مش هيخلص 25 يناير 2017 26 يناير 2017، يبقى النتيجة اعتقد ان مشروع اشتغلنا عليه سنة ممكن يقعد شهور، يعني مش اقل من 6 شهور عشان يطلع بشكل ممتاز ويطلع باكتر من طريقة، سواء كان بمعارض او بكتب او بمواقع او او او. فالموضوع حتى يعني رجوعا للفكره اللي قالت لي ما نعملش 2016 و17، واحنا يعني اعتقد ان على ما نخلص من 2016 هنكون عدى مدة طويلة، ممكن بقى يبقى التوثيق مثلا كل سنتين ممكن كل ثلاثة زي الأولمبيات إن شاء الله ربنا يحيينا كده نعمل أولمبيات التصوير. في هنا سؤال؟ طيب متابعة المشروع نفسها هتقوم معنا إن شاء الله للمشاركين عن طريق المشاركة اونلاين، في استمرار الناس بتملاها بتخش معنا في الجروب تبدا تشارك بالاعمال، بيبقى معانا متابعين من المحافظات. يعني حاليا احنا معانا من اسكندريه في 2 متابعين، الفنانه امنيه عيد والفنانه مروه الدخخني. من القاهره هنا طبعا محمد هشام وملتقى الفوتوغرافيا، وفي نفس الوقت الفنانه سماح حسن، ولسه مستنيين طبعا شراكات. يعني اتمنى كل الناس اصدقائنا من جروبات التصوير المختلفه يشاركونا سواء متابعين او سواء مشاركين بالجروب او سواء داعمين للمشروع، لان الموضوع ضخم قوي واحنا محتاجين فعلا جهود كل الناس معانا فيه، مش مجرد فنانين يشاركوا ولكن فعلا منظمين ومشاركين معانا شركاء معانا في المشروع. بلاش الجماعه بس روح المجموعه. والله وحضرتك يعني انت يعني ذكرت كلمه هي بالنسبه لنا تعتبر مشكله احنا عايشين فيها بقالنا كتير جدا، هي فكره ان احنا عشان نشتغل للاسف يعني كنا نفسنا تبقى دايما ايدينا في ايدين بعض وده كتير ما بيحصلش، وحاجه تانية ان دائما بينقصنا الدعم المادي، فاللي كان بيعوضه معانا دايما ان فكره الشراكه والدعم بجهودنا الذاتيه اللي احنا نقدر نقوم ونعمل كل حاجه احنا عايزينها. فالمشروع زي ده فعلا في البداية احنا فكرنا فيه ماديا، اللي احنا محتاجين مؤسسة دعمنا كمجموعة مصورين خاصين بمؤسسة واحدة اسمها نادي عدسة، ونقدر نعمل مشروع على مستوى مصر كله ان احنا نسافر ونعمل، فلقينا الموضوع ضخم جدا محتاج دعم مادي كبير جدا وجهود عالية جدا وناس متفرغة. يعني متخيلين يا جماعة مجموعة مصورين لما تقعد تلف في مصر كلها شارع شارع عشان تعمل ده؟ مستحيل، صعب قوي. فلقينا اللي يحل الموضوع
العمل الجماعي مش الفلوس. بالظبط. يعني فكره ان كل مصور من كل شارع من كل محافظه من مصر، وحاليا احنا بقينا كتير جدا، يعني لا تتخيلوا كم عدد جروبات التصوير على النت دلوقتي قد ايه، وعدد المهتمين بالتصوير والمتابعين قد ايه. لو طلبت من كل واحد فكره التوثيق، مش عايز اقول اليومي، لكن التوثيق الحياتي لحياته اليوميه، هنفاجئ بكم هائل من الاعمال. اللي حضرتك بتتكلم فيه، ده قضية كبيرة جدا احنا عايشين فيها، ومش محتاجة كلام في جزء صغير في لقائنا النهاردة، بل بالعكس نفسي يعني هشام يسرد لها أيام ولقاءات كتير مختلفة. فكرة المنع التصوير والأحقية في التصوير، احنا طبعا عندنا في الدستور المصري من أحد المواد ان الإنسان ليه الحق في التعبير بأحد الوسائل، منها التصوير الفوتوغرافي أو التصوير، ولكن ده من حقك اللي انت تعبر او اللي انت تصور، بس من حقك فين وازاي، ده المهم. يعني مهم المصور نفسه يعرف فين وازاي، ومهم الجهة الاخرى بقى اللي بتتصور تكون فاهمة يعني ايه تصوير. فللأسف الخلل في العملية سواء من ده او من ده هو اللي بيؤدي للمنع في التصوير. يعني ايه؟ يعني اكيد عقلانيا كده انا مش هروح في مواجهة منطقة عسكرية او اسم شرطة وارفع كاميرا وصور واقول ان انا بوثق، لا اطلاقا. ليه؟ انا خرجت من الملكيه العامه لحاجه اسمها الامن العام اللي هو فعلا ممنوع التصوير فيه. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اخش احد شركات الدوله اصور، ده اسمه امن عام. ما ينفعش ان انا اخش احد الشركات الخاصه اصور، ده اسمه ايه؟ ملكيه خاصه. يعني مثلا انا مسموح لي ان انا اصور في الشارع عند حضرتك، لكن ما ينفعش ارفع الكاميرا في مواجهه شباك حضرتك اللي انا اصور داخل الشقه. ليه؟ أنا خرجت من الملكية العامة للملكية الخاصة. فمهم إن المصور يعرف حقوقه إيه وهو يقدر يستفيد إيه، وفي نفس الوقت التزاماته إيه. فكرة بقى الجهل بالقانون أو الجهل بالمفروض يحصل، للأسف إحنا بنواجهها في كل مكان في مصر. فإحنا اللي نقدر نوفره دلوقتي إن المشاركين معنا في المشروع بدأنا نخاطب الجهات الرسمية. إحنا بدأنا بوزارة الثقافة والحمد لله خدنا تعاون رسمي، وبدأنا بوزارة الآثار وبرضه خدنا تعاون رسمي. حاجة زي المتاحف بدأنا نخاطبهم بشكل رسمي ونفهمهم فكرة المشروع، وبدأنا نحصل على موافقات. يعني أنا بعتبر الموافقة بتاعت متحف المجوهرات دي بالنسبة لنا كنز، مش عارف المصورين يعرفوه ولا لأ. هو للأسف ملوش كتيب. أنا بتكلم على حالة خاصة اللي هي متحف المجوهرات، ليه؟ بيعرض المجوهرات الملكية بتاعت العائلة المالكة، فحاجة نادرة جدا. لا، هي وزارة الآثار حتى قوانين لأماكن وأماكن باختلاف المكان وباختلاف الحالة اللي انت ناوي تصورها. يعني انا عشان اصور مقبرة مختلفة تماما ان انا اصور حاجة في القلعة مثلا، ده ليها قوانين ودي لها قوانين تانية خالص. لكن انا بتكلم فيه فكرة اللي احنا بدأنا نحصل على تصاريح وموافقات اللي احنا نصور اماكن من اللي كان ممنوع التصوير فيها. فكرة اللي احنا بدأنا نعرض الفكرة وفكرة المشروع، لان طبعا الجهات المستهدفة بالمشروع يا جماعة احنا نفسنا المشروع في النهاية النتاج بتاعه ده الهدف منه ايه. يعني ممكن يكون هدف تعليمي ليا انا اللي انا اعلم ابني بيه او اوريله مصر كلها عاملة ازاي، ممكن يكون هدف اعلاني لحاجة زي وزارة السياحة، حاجة زي اي شيء بيشرح شكل مصر عامل ازاي، ممكن يكون هدف توثيق علمي للناس اللي مثلا بتتناول جزئيه اللاندسكيبس او التغيرات المناخيه او جزئيه التغيرات الجيولوجيه. يعني هي فكره التوثيق او فكره النتاج النهائي من المشروع فعلا هيبقى ليه فايده في جهات كتير قوي. فاحنا بدانا نخاطب الجهات الرسميه في الدوله اللي بتمثل هذه المجالات، وفي نفس الوقت بدانا نحصل الحمد لله على موافقات منها، ولسه الموضوع سري. يعني احنا حاليا زي ما بيقولوا ايه بتتضافر الجهود اللي احنا نقدر نوصل اللي نفسنا نوصله. اتفضل. الاضاءه في التصوير، اه
هو الموضوع ده محتاج شرح كتير، هو خاص بالفهم الجيد للتصوير، لكن انا ممكن الخصه حضرتك في كلمتين دايما بقولهم يعني للطلب عندي في الكليه او لاي حد محب التصوير. الصور تعني ضوء، في ضوء في صوره، مفيش ضوء مفيش صوره. يعني الهدف الاول لاي مصور عشان الحصول على صوره جيده هو توفير الاضاءه الجيده، فبالتالي لازم ادرس خصائص الضوء قوي كويس ايه هي، وفي نفس الوقت اشتغل عليها بشكل جيد جدا، وبعد ما اتعلمها كويس قوي هقدر اتعامل مع اي حالات ضوء واحصل على صوره جيده. لكن الموضوع محتاج وقت كبير جدا. يعني اتفضلي يا اسمي. هو من 2014 تم اطلاق اول اوبن كول للمشروع، وتم من 2014 من سنتين بالظبط، وتم استقبال حوالي 500 مشاركه، وانت احد المشاركات فيهم طبعا. كل الناس اللي شاركت معانا وبعتت كل الداتا بتاعتها، هم مش محتاجين يعملوا داتا جديده، يعني ممكن يطلبوا جوين في المشروع ويخش على طول. لكن هي فكره ان انا مجرد بتملى ابلكيشن عشان يبقى ليك داتا رسميه عندنا واحنا نعرف نتواصل معاك ليست اكثر. ف من النهارده يعني ان شاء الله محمد هشام والفنانه سماح هيبقوا موجودين في الجروب الرسمي للمشروع ادمنز، وكل الناس اللي هتطلب المشاركه وهيبان قدامهم اللي هم كايرو هم هيطلبوا هيقبلوهم وهيخشوا هيتابعوا معاهم الشغل على طول، فممكن تشارك معانا من النهارده. يعني على صفحه الايفنت النهارده هيبقى في صفحه الجروب الرسمي، انت لو عملت سيرش دلوقتي على مصر تاني بالعربي والانجليزي هيطلع لك بيج وجروب. البيج دي خاصة بنشر أخبارنا والأعمال المميزة، والجروب هو خاص بالأعمال والمشاركات الرسمية. أنا ممكن نعمل لهم شير النهاردة كده يعني عشان على الجروب وعلى الملتقى الفوتوغرافي وعلى الإيفنت بتاع النهاردة وعلى أكتر من حاجة عشان الناس تبتدي ترجع لهم تاني. واحنا حطينا يا جماعه ما كانت العمل الخاصه بالمشروع، بس مثلا النهارده وانا بتناقش النهارده مع هشام ومع سماح فوجئنا بافكار جديده طورت كتير جدا من ادائنا وطورت كتير جدا من افكار وبناء المشروع. فاحنا حتى الان احنا يعني بنرحب باي مساهمات او اي اقتراحات او اي افكار، لان في النهايه فكرتنا او العمل الجماعي او اقتراحات الناس هي اللي هتكون الاساس اللي هنبني عليه مشروع احنا مؤمنين بيه وحاسين انه ممكن يضيف شيء، يعني مش عايز اقول لتاريخ كل واحد فينا. هو اكيد لازم نجاح الكيبورد دايما ده حقيقي فعلا. طيب في اي اسئله تانية او اي حاجه؟ هو لا لا لا، هو المشاركه متاحه لاي محب تصوير فوتوغرافي. الشرط الوحيد او يعتبر شرطين الوحيدين للمشروع ان الاعمال لازم تحمل التوثيق الفني وتكون في 2016 فقط لا غير، لكن هي بتناشد الهاوي والمبتدئ والمحترف، هي مش متوقفه على محترف التصوير فقط لا غير. هي الصور مربعه بس ولا بالصدفه؟ عشان لا بالصدفه، لان انا تعمدت اعرض، يعني انت ممكن تعمل كونتينرز برضو من الاعمال انت هتشوفهم، تعمدت اعرض الديمو بتاع المشروع او الاعمال اللي بعرضها قدامكم هي كلها نتاج موبايل، لان انا مش عايز اعرض اعمال نتاج كاميرا فالناس تبدا تقول انا لسه ما جبتش كاميرا، انا لسه ما يعني مثلا ده عمل بانوراما مثلا يعني، فده مش عمل مربع خالص. الفكره كلها اللي فكره قايمه على فكره ابسط الامكانيات اللي تساعدك في التوثيق الفني هي متاحه في المشروع، بل بالعكس كمان يعني الناس اللي هتستخدم انستغرام وتستخدم السمارت فون بتاعها ده هيسهل كتير جدا ان احنا نعرف نوصل للاعمال، لان هو مجرد ما يحدد اللوكيشن ويكتب الهاشتاج العمل خلاص بقى ظاهر معانا في المشروع نفسه او بقى مشارك معانا في المشروع نفسه. فدي اعمال كتير مثلا مش مربعه. بشكل دوري هيتم نشر جدول لفعاليات مهمة على جميع محافظات مصر،
الفعاليات دي مثلا يعني باحداث خاصه بالمحافظه نفسها، زي موالد موجوده، زي هجرات طيور بتنزل في المحافظه، زي مثلا حدث مناخي او حدث تاريخي زي تعامد الشمس على وجه رمسيس. يعني احداث خاصه باماكن معينه هيتم نشرها بشكل دوري للمشاركين في المشروع، لفكره ايه؟ احنا بنفكر الناس او بنعرف الناس ايه اللي مهم او ايه اللي انترستد او ايه اللي هم ممكن يهتموا اللي هم يروحوا يسجلوه. بالإضافة لحاجة تانية، هو أكيد هيقابلنا أماكن مش هيتم تغطيتها لأن مصر كبيرة جدا يا جماعة، كبيرة جدا. فطبعا اللي احنا نلاقي مصورين في كل مكان في مصر يساعدونا ده هيبقى صعب في بعض الأماكن. فاحنا كمنظمين من كل أنحاء مصر كل بشكل دوي هيتم تنظيم رحلات هتساعد على فكرة اللي انت ممكن تزور مكان جديد قريب منك انت مكنتش تعرف عنه حاجة. يعني مثلا مصوري اسكندرية كان دايما تصويرهم اسكندرية، يوم بيسافروا حتة قريبة بيروحوا البرولوس جنب اسكندرية وخلاص. فبدأنا ندرس المنطقة اللي حوالين اسكندرية، فبدأنا نعمل لهم حالات دورية، فبدأنا نوديهم مكان زي تسوق، مكان زي طنطا، مكان زي رشيد، مكان زي الحمام، اللي هي أماكن هم فعلا ما كانوش يفكروا فيها قبل كده، وأماكن بكر ولم يتم استهلاكها فوتوغرافيا. فالتوثيق بقى ليه قيمة مختلفة. فيعني هنلاقي أعمال كتير جدا في أماكن احنا أول ما نشوفها. هيتم بشكل دوري بقى الأماكن اللي مش هنلاقي فيها مصورين أو ما بيتمش تغطيتها بشكل جيد، تنظيم رحلات دورية لكل المشاركين، أي حد مشارك في المشروع يقدر يطلع معانا ونطلع مع بعض كرحلة ليوم واحد أو لأكتر من يوم حسب تنظيم الرحلة، ويتم عملية توثيق أو تناول أعمال من المكان ده بحيث يكون موجود معانا في النتاج النهائي أو المجلد النهائي. اطلاقا يعني انا ممكن اي مصور يشارك من اول عمل واحد الى ما لا نهايه في الاعمال. اي مكان داخل مصر متاح للمصور اللي هو يشارك بيه، بس اهم شرط في الموضوع الاعمال نفسها في نهايه المشروع هيطالب تسليم الاعمال التي تحمل تاريخ 2016. يعني احنا بالتاكيد احتفاظ المصور بالرو او الماتيريال الاصلي من الصوره مهم قوي، لان احنا مش هنعتمد على الصوره اللي جايه لنا عن طريق نت او سوشيال نتورك. احنا هنطلب الاعمال اللي هتتحط في كتاب بجوده عاليه، فلازم الاعمال كلها تكون فعلا نتاج 2016، لان فوجئنا اللي في ناس مصورين اعمال حلوه قوي بس 2015 و2014 وهيشاركوا بيها معانا، فهم بيتكلموا في حقبه مختلفه عن الحقبه اللي احنا محددينها للتوثيق. الفرق التطور الزمني، يعني هو الرابط الوحيد اللي هيكون موجود ما بين كل المصورين هي الفترة الزمنية اللي اشتغلوا فيها مع بعض، لان التطور الزمني كبير جدا وسريع جدا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي او في الوقت اللي احنا فيه. انا مش عايز اقول لكل شارع، كل مهنة، كل حاجة بتتطور كل يوم، كل يوم في اليوم اكتر من مرة. فبالتالي لو انا طلبت التوثيق على مدار زمني اطول هفاجئ اللي انا بتكلم عن حقب زمنية مختلفة. يعني مصر اكيد 2012 غير 2011 غير 2016 مختلفة تماما. فاحنا بنتكلم في مناخ مختلف، حالة اجتماعية مختلفة، سياسة مختلفة، ظروف اقتصادية مختلفة، كل حاجة مختلفة. فاحنا اخترنا حقبة زمنية نقدر كلنا نتناول المشروع من خلالها. وايه مقاييس حضرتك في تقييم جودة الجودة بتاع الصورة؟ تيجي تختار دلوقتي الأعمال اللي أنت هتنزلها في كتاب أو هو في البداية احنا قلنا المشروع هو مكون من دوائر مختلفة كتير. اول دايره اللي هي اكبر دايره الهاشتاج دي ملهاش اي مقاييس، لان الهاشتاج هو متاح لاي حد ممكن يحط الهاشتاج على اي صور، فالصوره هتبقى مشاركه اوريدي وموجوده في المعرض المفتوح اللي موجود على الهاشتاج، تمام؟ فده ما فيهوش اي نوع من انواع الاختيار. المرحله الثانيه اللي هو الجروب اللي الناس بتشارك فيه معانا عن طريق الفيسبوك مثلا او الانستغرام، ده المشاركه فيه فكره الاعمال اللي المصور بيحطها هي خلاص اوريدي بقت موجوده معانا وهيتم مشاركتها في المشروع، يبقى دي تاني دايره او تاني مرحله. المرحله الثالثه اللي هيتم اختيار الكتاب الالكتروني منها او الكتاب المطبوع، هيتم في نهايه المشروع اختيار نخبه من اساتذه التصوير او المهتمين بالتصوير اللي ليهم اسامي محترمه، هم اللي هيساعدوا في اختيار الاعمال عشان نطلع صوره جيده في النهايه لشكل وصف مصر. طبعا اللي احنا بنتكلم فيه لو انا مثلا كنت مصور 600 عمل وحطيته في المشروع وفي الكتاب النهائي تم اختيار خمس اعمال ليا، انا هبقى فرحان قوي، لان انا بتكلم ان خمس اعمال خلاص بقت تحمل اسمي، مش لازم احط ال 600 عمل. فهي الفكره مش بالكم على قد ما فكره اللي انا اوريدي يبقى اسمي من ضمن الاسامي اللي شاركت في مشروع كبير زي ده. يعني كان حضرتك لو واحد
ده واحده يعني الفكره فكره الوجود او المشاركه. وطبعا الاختيار هو مش من فرد، الاختيار هيبقى من مجموعه كبيره متخصصين في التصوير الفوتوغرافي، بس ده في نهايه المشروع مش في بدايته. ده نقدر عن طريق الملف نفسه اللي بيبقى طالع من الكاميرا او الموبايل، بيحمل تاريخ التقاط الصور، فاحنا نقدر نعرف اذا كانت 16 ولا مش 16. لا 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 لا، بيحمل التاريخ الزمني مظبوط يعني. طيب اتفضل ميموني. هو انا طبعا انا سعيد الاول بوجود الميموني معانا، لان بقالي كتير ما شفتوش وبرحب بيه معانا. هو طرح نقطه مهمه جدا جدا جدا، فكره الانالوج فوتوغرافي. لو انا كمصور انا هشارك في المشروع بصوره انتاج فيلم، طبعا دي حالات خاصه جدا وبترجع لفكره الدراسه لمحتوى الصوره نفسه، هو اللي بيثبت الفتره او الزمن اللي تم التقاط الصوره فيه عن طريق معالم معينه في الصوره او شكل، او عن طريق متخصصين في الانالوج فوتوغرافي اللي هم بيقدروا يشوفوا الورق اللي مطبوع عليه، بيقدروا يشوفوا زمن الطباعه، الحاجات دي كلها. لكن هي مقاييسها مش بتارجت الاتقان اللي موجوده معانا في الملفات الديجيتال، وانت طبعا ادرى مننا بكتير في موضوع الانالوج فوتوغرافي، وتقدر تكون من احد الناس اللي يقدروا يفيدونا في حاجه زي كده. وهي مش هتبقى مشاركات كتير قوي، وغالبا ميموني بس. بيتهيالي لان طبعا اللي بيصور انالوج دلوقتي يعني بيتهيالي 90% من الافلام بقت اكسباير، صعب جدا ان احنا نلاقي احماض والورق، يعني يمكن اللي بيمدنا بيهم هو الميموني نفسه، فيعني عشان نقدر نلاقي حاجه زي كده. نتمنى والله، يعني العالم كله حتى الان بيقدم معنا الصور الانالوج فوتوغرافي، احنا للاسف في مصر بدعوه التطوير قتلناها. فيعني احنا بندعو لفكره رؤيه الفن ده بشكل واضح، لان العالم كله حتى الان فعلا بيشتغل لسه وبيطبع بايده لسه، والاعمال نفسها المهتمه بالتصوير هيعرف يعني ايه تونات مختلفه، هيعرف يعني ايه احساس مختلف، هيعرف يعني ايه ميلاد عمل فوتوغرافي قدام عينيه جوه المعمل، فيعني ليها مذاق تاني خالص. للأسف عندنا أصحاب الاستوديوهات والمهتمين بالتصوير بدعوة التطوير قتلوا ده، لكن أي حد دخل دارك روم أكيد عارف المذاق الخاص اللي عمره ما يقدر ينساه. وميموني كان قدم لنا في ملتقى الفوتوغرافيا ندوة بعنوان الفوتوغرافيا البديلة مرة عن تصوير ال، وشرفنا في اسكندرية برضو قدم لنا اللقاء وورشة عمل تجربية عن السيانوتايب. أيوه. والفوتوغرافيا البديلة، والناس فعلا طلعت نتاج هائل جدا، وما زلنا حتى الآن منتظرين اللي هو شرفنا مرة أخرى يعني. طيب آسف. من الشكل العام للمشروع، مين انترستد يا جماعة اللي هو يشارك معنا؟ حلو قوي، شرفنا طبعا يعني، والأستاذ مصطفى طبعا أول الناس اللي شرف لينا وجوده معنا في المشروع. إن شاء الله هشام وسماح النهاردة هيشيروا الابلكيشن بتاع الموضوع والجروب الرسمي، والمشاركات متاحه لكل الناس اتمنى، بل بالعكس اللي انا بناشد اكتر بقى اللي يقدر يدعمنا كمؤسسات، يعني اللي يقدر يدعمنا كجروب تصوير، كحد شغال في مؤسسه من مؤسسات الدوله زي وزاره البيئه مثلا، زي وزاره الشباب، زي اي المؤسسات اللي تقدر فعلا تدينا تسهيلات وتقدر تساعدنا اللي احنا نطلع المشروع في النهايه بالشكل الكامل اللي نتمناه. طبعا يعني انا اتمنى فعلا الدعم المؤسسي، لان احنا يا جماعه احنا زيرو دعم، يعني احنا ما عندناش اي دعم، وفي نفس الوقت هو المشروع مجاني، يعني اللي احنا بنعمله ده كله فكره اللي احنا نوصل في النهايه اللي عندنا نيتاج نقدر فعلا يرتقي اللي هو يوصف مصر في 2016. لا هو انا بركز على فكره مجاني دايما عشان الناس تعرف فعلا لو هم يقدروا يشاركوا وما فيش اي تكاليف عليهم، ما فيش اي حاجه، بركز على الحته دي كتير. حبت تمام كده. تمام. طيب يعني الاول انا بشكرك جدا على وجودك معنا ومشوارك من اسكندريه،
ان انت اديتنا من وقتك، وبشكرك على مشاركتنا في ملتقى الفوتوغرافيا معاك في الحدث المهم دوت للمصورين في مصر وللتصوير، وان شاء الله نعمل حاجات كويسة ويبقى فيه دايما افكار متطورة لحد اخر يوم في المشروع عشان يخرج باحسن شكل ان شاء الله. احنا الاكتوبر اللي فات احتفلنا بمرور 5 سنوات على ملتقى الفوتوغرافيا، ومن حسن حظنا وبالصدفة فيعني كان نفس اليوم اللي احتفلنا فيه كانت عدسة بتحتفل برضو فيه في نفس اليوم، فما نلناش شرف وجود علاء معانا هنا. فيعني أنا أحب أقدم لك شهادة تقدير كانت محتفظنا لك بيها من أكتوبر اللي فات على مشاركتك معنا في ملتقى الفوتوغرافي. وسماح برضو كنت واخدينها معاكم، ف سماح حسن وبرضو محمد الميموني ما جاش وهو جه، فانت جبت لنا كل الناس معاك. شكرا. شايلهم لك على طول في التلاجة حبيبي. شكرا. بشكركم على وجودكم معنا، وان شاء الله نشوفكم الشهر الجاي، هيبقى فيه مفاجأة كده ندوة الشهر الجاي يوم 16 ابريل ان شاء الله، وهيبقى فيها ضيوف لطاف جدا هتنبسطوا بالندوة، فنشوفكم الشهر الجاي. شكرا علاء، شكرا ليكم جميعا، وابتدوا بقى صوروا علشان مصر تاني. شكرا ليكم.